للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا معاون مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب السيد حيدر نوري جبر. أهلا بك سيد حيدر. نبدأ من تصريح وزير التجارة علاء الجبوري في المؤتمر الصحفي اليوم، قال أن ارتفاع هذا الأسعار مصطنع، يعني بحسب وزارة التجارة أن لديها فرق ميدانية لمتابعة أسعار المواد في السوق. هل توصلت إلى ذلك أن ارتفاع الأسعار مصطنع فعلا؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا لكم ولإتاحة هذه الفرصة ولمشاهديكم الكرام. حقيقة يعني موضوع المصطنع هذا، احنا في كل عام في مثل هذه الأيام في شهر شعبان قبل شهر رمضان هذا الاحتكار من قبل التجار يبدأ، لذلك نرى انه المواطن عندما يعلم انه السعر ارتفع بشكل بسيط يقوم باقتناء كميات كبيرة. مثلا زيت صعد صار 2000 ين، بدأ يشتري المواطن كميات كبيرة، فهذا عرض وطلب، التاجر يبدأ يحتكر المادة. وحقيقة احنا في وزارة التجارة هناك لجان رقابية مع الجريمة المنظمة ومع الأمن الوطني الآن نراقب الأسعار، وكل يوم في السوق لمعرفة هؤلاء التجار وسيحاسبون محاسبة شديدة في هذا الموضوع. الموضوع يتعلق بالتجار نفسهم. نعم، طيب، لكن وزير المالية سيد حيدر في استضافة البرلمان تحدث عن ارتفاع الأسعار، وقال أنها يعني قال أنه ارتفاع عالمي لا يتعلق بالعراقي فحسب. قطعا، يعني احنا اليوم الأزمة الروسية الأوكرانية ألقت بظلالها على جميع المواد، سواء المواد الغذائية أو غيرها. حقيقة هذا الارتفاع يعني ما لحق يوصل الآن إلى سوقنا، يعني ارتفاع بسيط. ابتداء بالنسبة للمخازننا الآن في وزارة التجارة، الآن انتهينا من الحصة الأولى، بدأنا بالحصة الثانية. أمس السيد الوزير أعلن بأنه نبدأ بالحصة الثانية، أيضا هناك حصة لرمضان، يعني حصتين احنا خلال هذا الشهر نبدأ بالتوزيع. مخازننا الآن ووكلاءنا الزيت موجود، السكر موجود، البقوليات موجودة، الحنطة الطحين الآن، احنا الحنطة أزمة عالمية بالأسعار بالحنطة. طيب، حنطة مبالغ بدأت الحنطة وصلت إلى أكثر من $500، إلا أنه احنا خلال 3 سنوات لم نستورد ولا كيلو واحد حنطة. طيب، بسبب سيد حيدر، ألا يوجد لديكم خطط لدعم التجار بغية تحقيق التوازن في السوق؟ حقيقة الآن أهم دعم هو أنه احنا الآن نستورد الحصة التموينية بشكل متسلسل، وهذا أهم شيء، أنه احنا الآن ما نخلي وكيلنا ما عنده مواد، وكيلنا دائما عنده مواد. احنا في موضوع الطحين الآن في أزمة عالمية، الآن تذهبين إلى وكلاء الطحين تجدين أن الطحين موجود، المواطن الآن ما يروح على الطحين. اليوم أكو حزمة إجراءات، حقيقة الآن السيد الوزير أعلنها الآن قبل ساعة من الآن. نعم، أعلن حزمة إجراءات في المجلس الوزاري للاقتصاد. هذه الحقيقة القرارات كانت قرارات رائعة، أبرزها سيد حيدر، أبرز قرار كان هو رفع سعر الحنطة المحلية اللي نعطيها للفلاح بدلا من 560 ألف دينار إلى 725 ألف دينار. حقيقة هذا الخبر الآن قبل ساعتين السيد الوزير في بيان للوزارة، طبعا هذا شيء رائع جدا، أنه الآن الفلاح في 1/4 قررت الوزارة أن تبدأ تستلم الحنطة المحلية، وهو أهم مادة استراتيجية على مستوى جميع العالم بالنسبة للأمن الغذائي هي مادة الحنطة. إضافة إلى ذلك هناك قرار آخر أنه دعم وزارة التجارة على شراء 3 ملايين طن قمح، إضافة إلى تخصيص $100 مليون لوزارة التجارة لشراء الحنطة المستوردة. هذه اليوم القرارات سترفع إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه. هذه مقترحات من الوزارة، ليس من الوزارة، من المجلس الوزاري للاقتصاد. طيب، باعتبار أنه السيد الوزير خلال هذه الفترة هذه القرارات جعلناها في ورقة وقدمت للمجلس الوزاري، واليوم المجلس الوزاري للاقتصاد أقرها، سيرفعها إلى مجلس الوزراء في الجلسة القادمة. وهذا قصدي، يعني أنه المجلس الاقتصادي سيرفعها إلى مجلس الوزراء حتى تصويت عليها. طيب، نعم. لماذا نتحدث فقط عن الحنطة؟ هل لدينا مشكلة في المستقبل المنظور سيد حيدر؟ بالنسبة للحنطة؟ أبدا، طالما الحنطة المحلية الآن في 1/4 سنبدأ بالاستلام. احنا في العام الماضي استلمنا
3,365,000 طن. يعني أكثر من 80% من حصة المواطن السنوية. فلذلك إحنا هذه الثلاث سنوات لم نشتري ولا طن. إذا لماذا نرفع الأسعار إذا مكتفين بالحنطة وما عندنا مشكلة؟ اليوم فلاحنا يحتاج إلى دعم كبير. الحنطة أصبحت عالميا سعرها عالي، 530 دولار اليوم الحنطة، يعني أكثر من 700,000 دينار. فإذا إحنا اليوم ما ندعم فلاحنا، باكر من اللي راح يزرعنا؟ منو راح يعطينا حنطة إذا الأزمة العالمية إذا وصلت 1,000 دولار مثلا؟ زين احنا اذا مو فلاحنا يعتمد على الزراعه، هذا يعني كوفي. اكثر دول العالم دعم الفلاح، اكثر دوله كان فيها دعم هي العراق خلال السنوات طيب الماضيه. طيب سيد حيدر، نتحدث عن مفردات البطاقه التموينيه، هناك بعض المواد على تماس مباشر بحاجه المواطن اليوميه مثلا الزيت والسكر وغيرها من المفردات، هل ستعملون على زياده هذه الحصص بغيه سد جزء كبير من حاجه المواطن؟ نعم، حقيقة القرار أمس هو قرار من السيد رئيس الوزراء وأيضا السيد وزير التجارة أنه حصتين خلال فترة من الآن لشهر رمضان. نعم. هذه طبعا طفرة، لأن احنا على التخصيصات المالية خلال السنتين كانت التخصيصات المالية شهر وشهر، يعني 6 أشهر تكفينا التخصيصات المالية. الآن إذا ننطي شهرين فهذه أعتقد راح ينزل السوق بدرجة كبيرة بإذن الله. بإذن الله. نعم، معاون مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب السيد حيدر نوري جابر، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. شكرا جزيلا.